بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفتنك يا عوضة وحمرين مدحوين الشيخ شريف النوردم يا كفتنك على كم فرنا مش كاسا نوضة كفتن عاود ديالينا دمان مدحوينها جمهورية فدرال كسوماليا مدانا محمد عبد الله محمد فرماجو قدوميها أقل كسرة قدوم كحين قلها شعبه مدحويني يهوري سوماليا مدانا شريف شيخ أحمد مدحوينها عصوبة إلى الدورتين مدانا سعيد عبد الله الدني هي مدحوين كحينك دمان قدونك بارلمانك عصوب يحبناها بارلمانك محوة هاي دولة قبلتك دولة بنتلان سيدو كلا الماكم جرى صاحب بدي مدحوين ياشا دولة قبلت يدا وحان لها دمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك قدال عاو هل كان وحال سوي مدحية هنبليو وحان آدي آدو هنبليين يا دادالك يواناقا دولة بنتلان يددك رير بنتلان بأي موجيان وحبضان وهره وحبضان أيون الدليل ويهي قوشاس يواناقاس عاو ماشل سوي يمده سيد الله شاقي داد بضان او صومالي اي كوان صومالي اهين بواي مادين حكمت دا كدب ميسان وحيتهاي مرول بقوشو وآبيال بضان تهي مركب ماشا وحكاد عايوا قول مركب قفل بقوشاس انو لين عيسى او محوا هاي او قد دارته او يكال قرحاناتا لو يمدي وارجينينا انا يقول بضان وكالاني نوصو وضي حكسدان وحان جعل هاي ان انا قدال ايا تاريخ دي وح بضان انا كنو قنن وان مستقبل كي وحاسو صعوده لبك المدود كي إرادة دي اللي يراد وناقا ايو امانتا ايو ان عاو الشاقنا يوردن هادي انا وحنوغة ترين مستقبل كي صعوده هاي امانتا نشيقستي دي معنى بضان كما فرده وحان لايا هاي وحان كشاقين اينا او ديب لورد اسي يولا انكا يوا دولة صوماليا دولة نمانا سيدي دبا شروع ايا قوانين يا نظام يا دقن دقن في عن الصوب صمة أي كوسا ليس انتهى مركا وحيابها نو تاجن أساس كوا محو عدد كسو ما ذو حيو يكون شيئا محو هاي أو آت هل كان هداتي أو عرب كيس كو آت كي مدحوين فرولة يعني حوجينا يا شروع ذا إن لإلالي يمر والبوا مهم دستور كي إنال إلالي إنه قوانين تكلا دلك ودقن عن إلالنا سيداس أو كلية أيا قوش إكو إماني وحي لغيشي دستورك واقب يالي يري وحن نوغو يالا عن كو دقن وحي دستورك أنا نوغو أولين هل إسكا ورصد أو هل لغو ودا هذا أن سيالنا هل يرادو سيلا يالا لموين يو حلاك صباحي لكن انت دستورك نوغو تالون كو دقن ناي وحوين ووين وقوشان عاوة أنا هل كان أوضا فردنا وكونا هلونين وحكا لكماي إمانين wixii qornaa lagu heshiyay oo lagu dhaqmay oo wixii kale oo rabitaan ah iyo maxuu ahaay cilada kale laga maxuu ahaay dul qaatay ama laga adkaystay ayaa guusha caawa keentay marka mar walba madaxda Soomaalida ah ee talada haysa ee mustawa kasta leh dardaarankayga aan caawa halkan ugu jeedinaa wuxuu yahay aan aad iyo aad ugu dadaalno inaan ilaalino maxuu ahaay dastuurka iyo shuruucda noo degan heer federaal iyo heer محو هاي قبلات هداي تهايبا انتبا آن وضا دورنو محو هاي كاس ايا ميل لقيني وقود ميتي وحان ربا انان سيدو كالي اوهان بليايو اونا مهد عليو صاحب كي برسول عبدولي علي قاس او رنتي ماشان وناقا كدعي مسؤولية دي دي يسو داران دي رنتي دي كينيس تي دي لهاي وحان لاي هاي مدحوين اذيق يتيم كاغي اي كولشقي يبا اذيق نوا مهد سيهين hambaliyan leeyahay waan aad iyo aad u bogaadinaya inta kadib wax badan garow laga hadlay taariikhdeedii la sheegay aniga siima dheereen markii ugu dambeysay muddo aan aad u fogeyn saddex sano ka yar ka hor ay ugu dambeysay garow markaan soo degaynaa garowdi aan ogaa garow kale oo barbarta loo dhisanan soo aragnay laakin waxa in la isweydii u baan waxay tahay dadka qaraabada ah ee garow degan qarniyaal la soo dhaafo dhangaro waa deganaa jireen iyo dhulkan sidana aha ma jirin sidaan maxay u noqotay markii garowe waxa inaan fahmin u baahan waa midaas nidaamka dawladnimada ilaalinta shuruucda kala dambeynta is ixtiraamka iyo dawladnimada waxa garowe sida ay tahay ka dhigay waa dawladnimo
meel walba iyo mustawo kastoo aan joognaba dowladnimada aan xoojino, taasaa wanaag iyo sharaf iyo heybad iyo karaamo ay ku imaanay mid adduunye iyo mid aakhiraba. Laanna meelaanan dowla ka jirin cibaado fiican kama jiri karto, isxaq dhowr badan kama jiri karo, dembiye badanna waa ka jiri karaan. Marka aakhiradaada xataa ma samaanaysa haddii dowladnimadaadu aanay samayn. Marka dowladnimada aan ku dadaalno, waxa guusha iyo wanaagga caawa halkan yaalla keenay waa dun. Inkasta oo dadka qaarkiis ay ku doodaan yiraahdeen qaangaarnimada, qaangaarnimada ayaa muxuu ahay sabab u ah, laakiin annaguba guud ahaan Soomaaliya 30 sano kusii dhownahay, 28 sano, 2020-ka aan wada hiigsanaynahay waa 30 sano. Marka 30 sano aan dowlad ahayn iyo 30 sano oo duruufahaas kale oo adag, dagaal sokeeya, dowlada ku meel gaara, dowlada maxaa ahay tabar daran, waa 30 sano kale. Maanta waxaan u baahannahay waxay tahay inaan ka fakarno oon caqligeenna isugu geyno 30 sano ee ku xiga. Soomaaliya noocee ah ayaan ka talinaynaa? 30 sano ee soo socda Soomaaliya noocee rabnaa inaan ka fakarno oo aan maxaan ku irahdaa qorshayno oo aan dejino? Waa yeeli karnaa, waxaan u dhigi karnaa si inta dambaysoo dhammay timaada aanay ka leexan karin. 1943 wiiloo dhallinyaro ah, aqoon nagu dhammayn, xoolo nagu dhammayn, maanta waxaan haysano faraha badan oo dhan aanan haysanin, ayaa meel inta isugu tagtaa dhacday dowlad Soomaaliyeed oo xor ahaan rabnaa. Hadafkeen inaan gaarno aan rabno waa kaa, waddada loo marayana waa waddada halganka ah. 10 sano in ka yar, inta badan talada waa ka baxeen. Xisbigii SYL ay aasaaseen xataa taladoodu kuma ayan waarin, laakiin Soomaaliya dowlad ha noqoto, qofka leexi karta waa la waayey. Qof kastoo ka dambeeyey ayagii yimiday waxay ku shaqaysay Soomaaliya sidii dowlad u noqon lahayd. Haddii aan qorsheynoon dejinno 30 sano kadib Soomaaliya noocee ahaan rabnaa, inta naga dambeyso waddadaas inay maraan way ku qasboonaan doonaan, si Soomaaliyada fiican ku riyoon karno loo gaaro 2050-ka haddii la yiraahdo. Inta nool hadda joogtay dhalinyarada ay inta iman doonto ay ugu naalooto. Mar kale hambalyo dowladda iyo dadka reer Puntland guud ahaan, hambalyo Soomaaliya guud ahaan, waa wax guul ah. Reer Puntland kaliya Soomaaliya dhan ayaa ku faanayso, sidaanina waa ka suurtagal Soomaalida waaye macnaheeda. Marka Soomaaliya dhan ku faanayso, markale aan leeyahay hambalyo, intii kasoo shaqaysay waa mahadsan tahay, intii ku tartantay ku guuleysay isku dhowrteen waa mahadsan tahay, inta kalena tusaale fiican ha u noqoto. Markale aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.